يا مساء العسل، ويا مساء السكر، ويا مساء الهنا، ويا مساء الدلع، ويا مساء كل حاجه حلوه. بصوا بقى، احنا انا نزلت بقى البيت، رحت جبت شويه حاجات. بصوا، رحت بقى البيت ورحت السوق، اشتريت حاجات، شويه حاجات تعمل تحدي خير حلو كده. جبت بهارات ورز مطحون وشعريه، هنعمل رز بالشعريه ونعمل كفته لحمه، وجبت صلصه وجبت بهارات وجبت لحمه حمرا، وجبت طماطم وجبت بصل وجبت بطاطس، وجبت شفارة رز كده صغيرة نولع عليها، وجبت اطباق، ورحت الشقة بتاعتي جبت الكبة وجبت الشعلة والأنبوبة، نقعد نعمل كده أكل بسيط. بس أنا مستعجلة جدا، تعالوا بسرعة عشان ورانا حاجات كتير كتير عايزين نعملها، وإحنا بقى متأخر والجو برد جدا، وعارفة إن في البرد ده قوي 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 في ناس محتاجة اللقمة السخنة دي. فيلا بسرعة نعمل أي حاجة كده على قد على قدنا، على قد الظروف، على قد الامكانيات، على قد الصحه، على قد الحاجات، نعمله وبركه ربنا هتزيد. يلا بينا، سموا بالله، صلوا على النبي، وانزلي بسرعه، اضغطي لايك لان انا زعلانه منكم عشان ما تضغطوش لايك. وفي فرح جنبي، عقبال فرح حبايبكم. يلا بينا، نسمي بالله بقى ونصلي على النبي. بصوا انا ايه، جايه مستعجله جدا جدا لان انا متاخر، وبعدين انتوا عارفين ان انا طبعا ايوه بوزع الاكل ده بالليل، يعني عشان بالليل بيبقى البرد قارس شويه في الايام اللي احنا فيها، فبيبقى الناس طبعا يعني احنا دايما احنا بنقول بنبقى جعانين بالليل، والبالليل دايما بقى فيه جوع كده صعب يعني، ف كده يعني، فعشان كده انا بحب اوزع بالليل. فجيت بقى بسرعه، نزلت اشتريت الحاجات دي كلها ورجعت بقى بسرعه. بصوا انا غسلت الطماطم، دول 4 كيلو طماطم، دي حله الضغط اللي هي الخمسة كيلو. بصوا لو انا قلت لكم ان هي سحر في الطماطم مش هتصدقوا. انا ما حطيتش فيها ميه، انا حطيت كده، قعدت اقسم الطماطم نصين نصين، وقمت ايه قلت هولع عليها عشان الطماطم تتسبك بسرعه، عشان الكفته والحاجات دي بتبقى عايز طماطم متسبكه، فمش هضيف لها لا ميه ولا اي حاجه. في الاخر وانا بعمل البطاطس هضيف لها برطمان صلصه. انا قعدت بقى اعمل كده كميه الطماطم، انا جيت على طول بصوا على المطبخ على طول والله، يعني لا غيرت ولا عملت اي حاجه، على المطبخ على طول، قلت عشان اخلص بس الوجبات دي ونخلص اليوم ده ونرتاح بقى ايه ونقعد بقى براحتنا. اولع كده عليها زي ما انتم شايفين اهو، وهولع على حله تانية اعمل فيها الرز بالشعريه. هغسل بس الغطا، انا غسلت الحله كان مكانها الفول اللي انا كنت مدمساه، هي ما شاء الله بتنضف بسرعه يعني، بس يعني ما شاء الله عليها بتنضف بسرعه. غسلت مكانها الفول كده، وقمت بقى مغطياها بالغطا بتاعها بس عشان اعرف اتحكم فيها، جبتها هنا عشان اقفلها حلو. حطيت في الحله التانية بقى كده شويه زيت، بس ما لقيتش عندي زيت فبعت اميري يجيب زيت، وحطيت عليها مكعبتين زبده. واول مره في حياتي استعمل مقشره بطاطس، يعني هو افتكاسه من زمان بس انا ما بحبهاش، بس في الوقت اللي انا كنت فيه ده كان لازم تنجزني مقشره. فقمت بقى عملت كميه البطاطس، يعني كنت عامله كميه بطاطس كبيره برضو، فقعدت بقى بالمقشره كده اقشرها بسرعه بسرعه عمال ما امير ابني يجيب لي الزيت، لان ما كانش عندي زيت وعايزه احمر الرز بالشعريه. فخلاص كده امير جاب الزيت اهو يا حبيبي، فقمت بقى مكمله شويه زيت كده عشان الرز يبقى طعمه حلو. ونزلت بكيلو الشعريه، كيلو انا حاطه كيلو شعريه على 5 كيلو رز. هتقولي لا الشعريه كانت قليله، لا كانت حلوه. المهم قشرت بقى كده، لا مش حطيت 5 كيلو رز، انا حطيت 4 كيلو رز لان سبت كيلو في الشكر. وقعدت اكمل بقى انا تقشير البطاطس بقى مع نفسي. وبعدين لما خلصت كميه البطاطس كلها، طبعا البطاطس ما اخدتش وقت بالمقشره دي كمان، هو اليوم كان مش سهل طبعا، انتوا عارفين وحافظين ان اليوم ده بيبقى كده ماشي ببركه ربنا. اه والله، وتلاقي كل حاجه بتعدي بسرعه بسرعه. ممكن لو انا كنت عملت الوجبه يعني اكل على قدي انا في بيتي انا واولادي، اللي هي مثلا تمن الكميه دي، كان اخد وقت قد ده ويمكن اكتر. بس هو سبحان الله ربنا بيبقى ميسر اليوم ده جدا. يعني عايزه اقول لك بقى ان انا صوتي متغير شويه، لان انا ده تاني يوم انا عملت الوجبات دي الخميس، انا كده بسجل لكم يوم الجمعه. انا ما قمتش مش عارفه ليه تعبانه، يعني مع ان اليوم عدى خفيف وكده، بس النهارده الجمعه تعبانه يعني ما انت قلت الجمعه انا عندي محشي وبط في الفريزر اسخنه ليهم ومش هعمل حاجه النهارده، فيعني سامحوني بقى على صوتي ده. المهم انا قشرت كده البطاطس، قشرت شويه ولسه شويه، ودي شكاره رز جايباها 5 كيلو. بص هحطه تقريبا 4 وشويه، اه سيب كيلو، سبت كيلو تقريبا. وغسلت بقى كميه الرز، ما شاء الله الاطباق اللي انا كنت شارياها جديده دي نافعاني في اليوم ده قوي،
يعني ما كانش هنا اطباق بلاستيك كتيره، انا ما كنتش عارفه انا كنت اعمل ايه، يعني طبق للبطاطس وطبق ما اعرفش للرز وطبق للكفته وطبق. الاطباق البلاستيك دي انا بحبها ليه؟ بتنجزني في الحاجات اللي زي دي، ببقى عايزه حاجه احط فيها كميه كبيره. وتاني مره اسف على صوتي. المهم يعني غسلت الرز مره واتنين وتلاته، لما بقيت بقى نضيف والشعريه اخدت اللون البني اللي انتوا شايفينه ده واتحمرت وبقت زي الفل، هنزل عليها بالرز وخلاص، هضيف له بس شويه ملح اهو، انا بس عايزه اضيف له الملح واقلبه كده تقلبتين مع الزيت والزبده. الزبده في الرز مخليه طعمه حلو قوي، حطيت له كده شويه ملح واقلبه كده تقلبتين، لما يخرفش كده ويفلفل معانا انزل عليه بميه سخنه. هتنزل عليه بميه سخنه ليه؟ نشوه، ما تحطي له ميه عاديه، هو كده كده هيسخن. انا انجازا للوقت، يعني انا لو كان عندي وقت كنت حطيت ميه عاديه، بس انجازا للوقت بس مش اكتر. قشرت كده بقى كميه البصل بتاعتي، انا حاطه تقريبا انا هحط حوالي 4 كيلو لحمه، هحط لهم كيلو بصل، البصل قليل عشان يبقى اللحمه كتير. هحط لهم كمان الرز المطحون كيلو واحد بس، يعني شوية دي كفتة رز، احنا بنحط الكيلو اللحمة كيلو كفت كيلو رز، لا انا ما بعملش كده، انا بزود بس مية سخنة كده على الرز عشان اظبط العيد بتاعه، واسيبه بقى ايه يستوى مع نفسه. الكاتل ده برضو نافعني هنا جدا، لسه له شوية مية، هعمل له شوية مية سخنين، فاهمين؟ قعدت بقى اقشر كده البصل، انا هعمل تقريبا كيلو بصل، وكان في شوية كام طبق كام كوباية في الحوض كده، شطبته بالمرة عشان اعرف اشتغل. وغسلت الخضرة، انا جايبة خضرة، جايبه ب10 جنيه خضره، شبت على بقدونس على كزبره ليه زي خضره المحشي. والرز خلاص كده شرب الميه بتاعته، هقلبه بقى تقلبتين، وبقلب كده الحله، بلف الحله يمين وشمال عشان طبعا الحله كبيره والرز كمان كميته كبيره، ما يستقيمش كده في الحله يعني ما يتخنقش يعني. وغسلت الخضره وحطيت عليها شويه خل، وغسلت البصل وهسيبهم هما اتنين كده مغسولين بالميه شويه الجاريه، عمال ما نشوف الطماطم عامله ايه. الطماطم بالفعل ما اخدتش 5 دقايق على النار، انا طبعا طافي عليها من شويه، فتحت عليها اللي هو بتاع البخار ده، لما فضت خالص البخار بتاعها. بصوا، والهاند بلندر في ثواني في ثواني، يعني ما اخدتش الموضوع ده 5 دقايق. طبعا مش هسبكها دلوقتي لاني انا عايزه انزل فيها البطاطس، فتستوي يعني تستوي بقى مع البطاطس في نفس الوقت. هنجيب بقى الكبه، انا رحت جبت الكبه مخصوص من البيت والله عشان اليوم ده، لان اليوم ده ما كانش هينفعه من غير كبه. حطيت الخضره والبصل وقعدت تدوخني شويه، بقى الخضره بتدوخني بصراحه في الكبه عمال ما بتتعمل، فلازم اكون حاطه مع الخضره حاجه تقيله يعني بصل كده يعني. فحطيت بقى كده الخضره والبصل، انا غلطت قلت بطاطس الخضره والبصل، وبقيت احط الخضره والبصل بس وانزلهم في الطبق اللي انا هعجن فيه اللحمه، اهو خضره وبصل بس، كل اللي انا عملته في الكبه خضره وبصل. حتى كنت احط قرن فلفل حامي، ما حطيتش كده، انا ضفت عليها كيلو دقيق، والكيس ده كيلو ونص لحمه، وده كيس تاني كيلو ونص لحمه، يبقوا 3 كيلو. وده كيلو بس شلت منه حته لحمه عندها في الفريزر اللي، لان حسيت ان اللحمه تبقى كتيره قوي. حطيت ده كده ملح، وهحط فلفل، وده كمون اللي انا هحطه دلوقتي، لقيت البتاع بتنزل بسيط، قمت فتحها خالص ونزلت شويه كمون، وهحط بهارات لحمه، 7 بهارات اللي انا جايباها من عند العطار. طبعا انت شايفه ان ايه البهارات دي كلها يا نشوه؟ لا هي كميه كبيره يعني، فاهمين قصدي؟ عاملاه في الطبق الكبير ده اللي هو زي طبق العجين ده، وهاخده بقى ايه الرز، حسيته لسه حاسس ان، قمت مزوده له حوالي كوبايه ميه دافيه. تعالوا بقى ناخد الرز ده ونخرج بره نعجن العجينه دي. بصوا، عايزه اقول لكم على حاجه. الحمد لله ربنا يدي لكل واحد على قد نيته ويشفي كل مريض. انا عايزه اقول لك اصعب حاجه انا مرت عليا من بعد عمليتي اللي انا عملتها، الحركه اللي انا بعملها دي. هتقولي لي ايه يا نشوى في الحركه اللي انت عاملاها ده؟ حاجه عاديه جدا، دي لحمه انت بتعجني عجين. ما اقولكيش انا ظهري وجعني قد ايه وانا بعمل، كنت بص بصرخ، مش عارفه ليه صعبه، ما اعرفش ايه علاقه دي بظهري، ايه علاقه ده يعني هي مش بشيلها ولا احطها، ده انا بعجن بايدي بكفه ايدي بس دمرت لي ظهري والله. انا النهارده ما قمت من على السرير بسبب الحركه دي، انا اظن بسبب الحركه دي او بسبب المجهود او بسبب القعده، معرفش. هو ان شاء الله شويه وجع كده وهيعدي على خير. المهم احنا حلوين والحمد لله وزي الفل، وحلو حلو انك تتعبي في حاجه لله حلو، ومش غلط يعني. بس انا كنت اعملها بالكبه احسن، او حد كان يعجنها لي كان احسن، ما كنتش انا عملت الحركه الاخيره دي بصراحه، تعبتني قوي يعني.
المهم كده قعدت اعجن بقى الرز بالخضره بالبصل بالبهارات باللحمه. لما حسيتها كده بقت حلوه كلها، ما عادش في حته لحمه بس ولا كله اخد من بعضه، قعدت بقى كده. كنا اثناء الماتش بقى، الناس بتتفرج على ماتش مصر ومش عارفه مين، قعدت بقى كده اصبحهم. لما ما شاء الله عملت الصينيتين الكبار دول، يعني ما شاء الله اخدوا معايا وقت. جبت حله كبيره دي اللي انا حطيتها، حطيت فيها معلقه ثوم ونزلت عليها بالصلصه اللي انا بالطماطم اللي انا مسبكاها، وقعدت بقى اصبع واحمر اصبع واحمر زي ما انتوا شايفين. عايزه بس احط شويه ميه على التسبيكه دي عشان تسوي البطاطس، عشان الطماطم لو مش سبيكه قوي مش هتسوي البطاطس. يعني لما اول ما الطماطم تغلي بقى معانا غلوه، طبعا انا هضفت لها الملح، هنزل عليها بالبطاطس اللي انا مقطعه البطاطسيه 4 كده بالطول. ولما البطاطس اتسبكت شلت البطاطس ونزلت على طول بالكفته. ليه شلت البطاطس هنا شويه؟ لان الحله ما كانتش هتاخد كل الكميه دي، وهنا ما عنديش الحله اللي هتاخد الكميه دي. المهم خلاص بقى كده هنزل ببقية الكفتة كلها على الصلصة، وهقفل عليها نعد 3 دقايق بالظبط، واقل كمان من 3 دقايق لان الكفتة ما بتاخدش وقت. عايزة اقولك، انت هتقولي يا نشوى انا بحط كيلو رز مع كيلو اللحمة عشان الكفتة تشد معاكي في الصلصة. على فكرة دي بتشد في الصلصة وجميلة وحلوة وماسكة نفسها وتاكلي صوابعك وراها. اي والله العظيم، هو ربنا بيبقى مبارك، مش شطارة من نشوى، هو ربنا بيبقى مبارك. حسيت ان الصلصة عاتبة شوية، هتطلع حبة ملح وحبة فلفل وحبة كمون بس، وانا احمر واحط احمر واحط. عمال ما تكون غلط كنت انا خلصت اخر طاسة. امير ابني كمان بيساعدني ونانو بتساعدني وكلنا بيساعدوا بعض، ربنا يخليهم لي يا رب. خلاص كده ايه، التسبيكة اتسبكت يعني. بصوا ما اخدتش 5 ثواني وفتحت عليها الغطا على طول، 3 دقايق بالظبط. بصوا بقى الطماطم متسبكه ازاي، والكفته عسل تستاهل بقك. اي والله، وماسكه نفسها، لا فشرت ولا تهردت ولا تخنت ولا اي حاجه في الدنيا. بصوا والرز مفلفل، وعملت الصينيتين دول قلت عشان اغرفهم معاكم، وعملت العلبه زي ما انتم شايفين. قطيت في الاول 4 صوابع كفته، لقيتهم لا، قمت حاطه 5، وبعد ما خلصت الكميه حطيت على كل علبه واصابع، فيعني تقريبا 6 في 6 وفي 7 على حسب بقى رزق ربنا بقى اللي بعته. ما شاء الله الكميه مشبعه، وكان ربنا مبارك ونزلنا وزعناهم، وكان يوم حلو بصراحه. وما شاء الله الكميه كانت كتير، يعني احنا تقريبا عاملين كميه كبيره، تقريبا 60 طبق 70 طبق. ما شاء الله ربنا كان مبارك. يلا كل سنه وانتم طيبين، وكل اسبوع وانتم طيبين. باي باي.